صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. هذه تتكلم عن الشهرة. يقول: لا تحسبني على الشهرة وهلها شفوك، لو ليبها شف قبلك كان مريتها. الله يعينك عليها يا الحصان السبوق، أهم شيء الدعاية يوم سويتها. دنياك مر انت غيب بك ومر انت فوق، الله يعينك على نفسك وتثبيتها. عليك لله حقوق ورلك عليها حقوق، وحاول تناسى العلوم اللي تمنيتها. الحد في ديننا يقطع يمين السروق، عسى صلاتك على التوقيت صليتها. العقل نعمة وكل الله من الناس سوق، أحد انطمن سوقها وأحد رفع صيتها. إن كان مال الشعر حكمة ومعنى وذوق، جنبت نفسي عن الساحة وخليتها. أهل المهمات دايم صيتها فوق فوق، ما هي محتاجة الفزعة وتصويتها. نوقفوا في المحافل شاقة والعين شوق، أطرب لوقفاتهم وشوش لوحيتها. إن واعدت ما خلفت وإن عاهدت ما تبوك، ربع على الطيب والناموس لاقيتها. اللي تربى غلاهم فوق عرش الخفوق، اليدع تشرفت واليدع جيتها. ولا انت حطك زمانك قصة في الحلوق، أبلشت ليلة بصوتك يوم لاحيتها. وتسوق لك موتر بين الحسا والفروق، واصحابك اللي معك ما عاد حكيتها. ما تدري ان المره قد هي تطير وتسوق، تاخذ 30 يوم ما تجيبيتها. ما شاء الله، صح سؤالك، بيض الله وجهك ابو نائب، ما شاء الله.